ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم: الدنيا هذه عجيبة سبحان الله، لكن أصلها العصمة. هو صلى الله عليه وسلم قال كما في الصحيحين: الدنيا حلوة خضرة، حلوة، حلوة الطعم، خضر المنظر لما تنظر إلى قصور وإلى متع الدنيا، وحلوة تلذذ بها في القلب، وخضرة من حيث النظر حتى من حيث السماع، لما تتصل على البنك ويقول رصيدك بالملايين، ها، بالهاتف المصرفي، ما هو مثل اللي يكون رصيدك بالهيالات ولا بالريالات، ها، هي فتنة، لا شك أنها فتنة. لكن من أعطاه الله عز وجل الصالحة منها وكان صالحة فكان على خير، عند أحمد كما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم: نعم المال الصالح للمرء الصالح، كما فعل الصحابة رضي الله عنهم عبد الرحمن بن عوف وعثمان بن عفان. ولذلك في صحيح مسلم لما مر على جدي أسك، ميت، جدي أسك يعني مقطوع الأذنين مرمى، فقال صلى الله عليه وسلم: أيحب أحدكم أن يكون له هذا؟ قالوا: يا رسول الله، إنه لأهون وهو حي، ومن هوانه عند أهله أنهم رموه. قال: للدنيا، للدنيا أهون عند الله من هذا عند أهله. أسك إيش؟ هو لو كان حيا ما رغب فيه، فكيف وهو جيفة؟ نسأل الله يعصمنا وإياكم. الإنسان ضعيف، الإنسان ضعيف، لكن نسأل الله الثبات، نسأل الله الثبات لنا ولكم.